مرة أخرى نظام المخزن يرتكب جريمة عابرة للحدود ويعلن عن عدائه للجزائر بعد أن سلب الشعب الصحراوي حريته. ها هو يبصم هذه المرة على أنه جار سوء ومكائد لدول الجوار بقصفه لثلاثة مدنيين جزائريين عزل على الحدود الجزائرية الموريتانية. الجزائريون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبقلب رجل واحد استهجنوا واستنكروا بشدة الفعل الإجرامي الجبان والقصف البربري الذي ارتكبته قوات الاحتلال المغربية. الفعل الإجرامي الذي قام به نظام المخزن تجاه الجزائر دولة وشعبا دليل قاطع على همجية المخزن ومواصلته في سياسته الاستعدائية بارتكابه جريمة مكراء لا تغفرها لا الأعراف ولا القوانين الدولية.